بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنهني الدنيا كلها والعالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين يا رب العالمين. عاوزين نتكلم النهاردة عن هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، يعني إزاي أغتنم يومي زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنعمل وهو صايم صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه الحاجات إن أنا أحافظ على الصلاة وأنا صايم. كتير من الناس ممكن يكسلوا في نهار شهر رمضان بحجة مثلا إن أنا صايم فمش قادر أقوم أو مكسل عن الصلاة أو أي حاجة، بس نقول لا يا جماعة، لازم نحافظ عن الصلاة، لأن الصلاة ركن من أركان الدين زيها زي الصيام بالضبط، فما ينفعش أكسل عن الصلاة أبدا في نهار رمضان. وبعد كده إن الصلاة بالليل دي لها فضل كبير عند ربنا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونتعرف على حاجة تاني مع الشيخ عبد القادر. بداية كل عام وأنتم بخير. طبعا زي ما قلنا عنوان حلقتنا النهاردة نتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصيام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم البارزة في نهار رمضان وفي شهر الصيام، قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الجود وكثرة الصدقات وأن يوسع على المسلمين. فهذا كان خلق الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد ملازمة له في رمضان. فرمضان شهر الجود، ونتعرف على خلق آخر وهدي آخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصيام. وفضلت الشيخ سيدي كلمنا عنه في خلق تاني وهدي تاني، إن رمضان شهر القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعظم القرآن، وخصوصا في رمضان، لأن شهر رمضان شهر نزول القرآن. الله قد قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنا عاوز القرآن معايا في شهر القرآن. يعني إيه الكلام ده؟ كتير من الناس بنزلوا جداول مع الإنترنت: أنا عاوز السنة دي أختم القرآن 20 مرة. عاوز يكون صاحب همة، بس أقول له ما تكترش على نفسك، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: أكلفوا من العمل ما تطيقون. يعني شوف مقدرتك ومقدرة نفسك وخد على قدك، ما تاخدش جدول ناس شغالين على نفسهم من 20 سنة وانت أول مرة وأول رمضان تشتغل على نفسك. لا، اشتغل على نفسك بذاتك من النهاردة، واعمل زي أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخليك على قدك، وشوف وتدبر في فهم القرآن، وشوف أصحاب سيدنا النبي كان حالهم إيه لما يقروا سورة من القرآن. ربنا قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فكن صاحب خلق في تدبر القرآن زي ما كان بيفعل صلى الله عليه وسلم، وقف مع نفسك وقول: الآية دي غيرت فيا، والصورة دي غيرت فيا، وأنا لازم أكون على قد المسؤولية في شهر رمضان وشهر القرآن، ومع خلق آخر من هدي سيدنا النبي في رمضان. الأخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزم بها وكانت في خلقه ومن هديه الجميل في نهار رمضان وفي شهر الصيام عموما وفي غير رمضان كثيرة جدا، أكثر من أن نحصيه، ولكن بنتعرف على أبرزها واللي احنا محتاجينه على وجه الخصوص في رمضان. وعلى سبيل العموم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكل خلق جميل ونهانا عن كل خلق سيء، حتى الكلمة اللي الإنسان بيقولها لو كلمة وحشة بلاشها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه، جات له المعاملة من الخارج، لا إنسان بيجهل عليه بيسبه أو بيشتمه، فإن سابه أحد أو شتمه فليذكر نفسه بأنه صائم، وليذكر من يسبه بأنه صائم، فليقل: إن امرؤ صائم، إن امرؤ صائم. كل هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يتسع المجال لذكرها في هذه الحلقة التي يعني يضيق وقتها، والكلام ممتع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج يعني لا يمكننا أن نقتصر فيه على هذا الوقت البسيط، ولكن أردنا أن نستفيد قدر الإمكان بأقل وقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.